الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ويانا مشاهدينا الكرام في برنامج حياتنا وحلقة جديدة في هذا اليوم مع هذه الأجواء المميزة لبطولة كأس آسيا قطر 2023 وأيضا الأماكن السياحية، ونرحب بكل الزوار في دولتنا الحبيبة قطر من خلال زيارتهم، من خلال وجودهم في الملاعب، من خلال وجودهم في كافة الأماكن السياحية في قطر. وأيضا معها في هذه الأثناء تبدأ المباراة الأولى للنصف نهائي من بطولة كأس آسيا بين منتخب كوريا الجنوبية ومنتخب الأردن. توفيق إن شاء الله للمنتخب الأردني في هذه المباراة. رحب بأخوي وزميلي عبد الرحمن، مساك الله بالخير. مسيك بالنور عبد الله، وأكيد نمسي على السادة المشاهدين والمتابعين عبر شاشة تلفزيون قطر. نقول حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة، خلنا نقول ضيوف جداد، مواضيع جديدة راح نتكلم عنها اليوم، وبالأخص راح نتكلم عن مباراة بكرة لتجمع منتخبنا الوطني ومنتخب إيران. طبعا نتمنى التوفيق للنشام اليوم في مباراتهم، وأيضا نتمنى التوفيق لمنتخبنا في مباراته بكرة. خلنا نقول وصلنا يعني مرحلة الواحد على أعصابه، قاعد أكيد على أعصابه. أكيد وصلنا لمرحلة النصف نهائي، مباراتين اليوم وبكرة، وبعدها راح نعرف إن شاء الله منو الفريق أو منو المنتخب المتأهل للنهائي اللي راح يكون بإذن الله يوم السبت. وأكيد نرحب بالكل، وأكيد إن شاء الله توفيق لي منتخب الأردن وإلي منتخبنا الوطني، وبإذن الله يكون نهائي عربي في بطولة كأس آسيا في قطر. وأيضا يعني خلال حلقة اليوم راح نتكلم عن الكثير من الأمور، وأيضا راح نتكلم عن اليوم الرياضي. عبد الرحمن، اليوم الرياضي راح يكون إن شاء الله يوم الثلاثاء، ودائما كل سنة ثاني ثلاثاء من شهر اثنين يصادف اليوم الرياضي. نشوف استعدادات كبيرة من كافة المجتمع، من كافة المؤسسات، من كافة الجهات، أيضا الشركات، وأيضا الأفراد اللي إن شاء الله راح يبدون حياة جديدة. نقول اليوم الرياضي هو ممكن بداية لأيام رياضية مو بيوم واحد. أكيد أنا خبر أنت بديت بلشت رياضة من اليوم الرياضي. صح، يعني قبل سنتين كان عندك تغطية في اليوم الرياضي. كان عندي تغطية وسويت تمارين معاهم، وصراحة تعبت، قلت لا أنا من هاليوم لازم أبدأ رياضة، والحمد لله مستمر في الرياضة. أهم شيء أنك مواصل ومستمر إن شاء الله. عقبالك أنا الفعلي إن شاء الله. تشوفني اليوم إن شاء الله يوم الثلاثاء الجاي إن شاء الله، بتشوفني خلاص أبلش رياضة، أبلش حياة صحية خلنا نقول إن شاء الله. وعندنا تغطية أيضا مثل ما عودناكم على شاشة تلفزيون قطر بمناسبة اليوم الرياضي، راح نغطي لكم كافة الفعاليات، كافة الأنشطة المقامة بمناسبة هذا اليوم. وعندك بعد ماراثون أريد اللي راح يكون تاريخ 16 بتشارك ان شاء الله. قاعد افكر الموضوع. لا يبيلنا نروح، يعني الواحد اذا بيشارك مثل هذه البطولات او هذه المسابقات لازم يجهز خلنا نقول فتره طويله، لان المسافه مش هينه، يعني عندك اتوقع 42 كيلو، عندك 10 كيلو، في حق الاطفال كيلو واحد. اذا بنشارك يمكن كيلو زين. كيلو زين. يعني انا بالنسبه لي انا جانب الماراثونات والجري مش ملم فيه بشكل كبير عبد الرحمن، ولكن ممكن ان نشارك وممكن ان نعيش هذه التجربه، خصوصا ان انت في مثل هذه الماراثونات ما راح تروح بروحك، راح تشوف ربعك كلهم مسجلين ورايحين يجربون هذه التجربه. يعني انا وعبد الرحمن ممكن نروح نركض شوي، نمشي شوي، نسولف شوي، ونرجع نركض مرة ثانية. نشرب ماي، عصير، نسولف مع الجماهير. أهم شيء نخلص المسافة. إيه أكيد. لا عندك 42 كيلو، أوه لعبتي. طبعاً نتمنى التوفيق لكل المشاركين في هذا الماراثون. عندكم بعد العديد من الفعاليات خلال شهر فبراير، فعاليات منوعة، تبي رياضية، تبي ثقافية، تبي عندك المجوهرات، معرض المجوهرات اللي افتتح بالأمس، وغيرها من الفعاليات اللي على مستوى الدولة، يعني كل شيء عندك، كل شيء. تبي الخيل، موجود الخيل في كتار، وأيضا ينتهي يوم الأحد بإذن الله، فكل الفعاليات موجودة. تدخلون على رزنامة قطر للسياحة وتتعرفون على فعاليات هذا الشهر، الشهر الجاي، الشهر اللي بعده، كل الأمور موجودة. مشاهدينا الكرام، خلونا نبدأ معكم أخبارنا لهذا اليوم، حيث دشنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ميثاق الأسرة، وذلك تحت شعار الأسرة ثروة وطن، في خطوة هامة نحو تعزيز القيم الأسرية ودور الأسرة في بناء مجتمع قوي مستدام.
أكيد عبد الله، وتم تدشين الميثاق من خلال التوقيع على جدارية ضخمة انطلقت من عدة أماكن مثل حديقة متحف الطفل في إكسبو 2023، الدوحة للبستنة، وساحة الحكمة في مشيرب، ومركز وفق. وتضم الجدارية من المتعهدين، وسيكون لها تأثير إيجابي في تعزيز الوعي والالتزام بالمسؤولية المشتركة. وشهدت فعالية التدشين ورشا توعوية للتعريف بالميثاق وأهميته وأهم المبادئ التي يحتوي عليها مثل التماسك الأسري والترابط الاجتماعي وتقوية الوازع الديني والقيمي لدى الأفراد. كده احنا نشوف معكم على الشاشة من اليوم التوثيق وميثاق الأسرة، ونشوف وجود يعني سعادة الوزراء وأيضا كل من مهتم بمجال الأسرة. وأكيد الأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع، فدائما نحرص على الأسرة، نحرص على بناء هذه الأسرة، نحرص على كافة الأمور اللي ممكن أن تساعدنا. أكيد دائما يعني إذا صارت لك أي مشكلة، صارت لك أي ممكن أي موضوع أنت مار فيه، من أول شخص يطري على بالك أمك أبوك، فهذا شيء من الأسرة، ودائما هم اللي راح يكونون معانا وراح يكونون واقفين معانا في الأمور كلها وفي الأزمات. ودائما لازم أن احنا نشارك في مثل هذه الأمور، وتكون عندنا توعية كاملة بأهمية الأسرة للمجتمع وللأفراد. أكيد، والدولة الحمد لله يعني مو مقصرة، موفرة العديد من المراكز اللي تقدم خدمات عديدة للأسرة للمقبلين على الزواج. فنتمنى لهم التوفيق في هذا التدشين، تدشين الميثاق. وخلونا ننتقل إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، حيث أعلنت الوزارة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن تنظيم النسخة الثانية من مسابقة مجتمع الطلاب التوعوي بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، لافتة إلى بدء تحكيم وتقييم مشاركات الطلاب والإعلان عن التصفيات النهائية في هذه المسابقة. ونوهت الوزارة إلى أن مسابقة هذا العام مثلت فرصة رائعة لعرض المواهب اللغوية ومهارات الخطابة العامة لدى 75 طالب من المدارس الحكومية والخاصة بالمرحلتين الإعدادية والثانوية للبنين والبنات، حيث تم تشجيع الطلاب على الإجابة عن السؤال: كيف ترى رؤية قطر الوطنية 2030؟ وتهدف هذه المسابقة إلى توعية الطلاب وصقل مهاراتهم في الإلقاء وتشجيعهم على إجادة فن الخطابة باللغة الإنجليزية، فضلاً عن إسهامها في تدريبهم على التحدث بثقة أمام الجمهور وتمكينهم من الرد بطلاقة في إطار تعزيز قدراتهم القيادية. أكيد يعني يعطيهم العافية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، العديد من المبادرات، العديد من الفعاليات، والعديد من أيضا خلنا نقول التعاونات مع المؤسسات الأخرى، وكل هذا يصب في مصلحة الطلاب وفائدة الطلاب. أكيد احنا يعني مهم جدا أن يكون لدى الطلاب في المرحلة الابتدائية الإعدادية الثانوية أن ما يكون عندهم خوف من مواجهة الجمهور، يقدرون يتكلمون أمام الجمهور بثقة بطلاق، أمورهم تكون طيبة. إحنا يمكن يعني إحنا في التلفزيون عبد الرحمن يوم نطلع كمراسلين نعاني بعض الأحيان في أن إحنا نبي نسوي مقابلات مع الناس، ولكن عندهم رهبة من الكاميرا، رهبة من الجمهور. ولكن في مثل هذه الدورات، في مثل هذه الملتقيات، في مثل هذه الأمور تعزز الثقة عند الطالب، تعزز الثقة عند كل من حاب إنه يتكلم. يعني هو حاب إنه يتكلم ولكن ما يعرف شلون الطريقة، وفي رهبة من الكاميرا ومن الجمهور. ولكن مثل هذه الدورات يعطيهم العافية على إقامتها، وبإذن الله بالتوفيق لهم إن شاء الله في قادم الدورات. أكيد نتمنى لهم التوفيق. ونروح إلى خبر آخر مشاهدينا، حيث عقد اجتماع بين وزارة الثقافة ممثلة بمركز الوجدان الحضاري وإدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لمناقشة تفعيل سلسلة القصص القرآنية في المناهج الدراسية، وذلك في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وتهدف الشراكة إلى تنفيذ ما نصت عليه وثيقة الهوية الوطنية ونقل الفكرة النظرية إلى تطبيق عملي وربطه بالواقع، وتم اعتماد إصدارات وزارة الثقافة في هذا الموضوع. إن شاء الله بالتوفيق لهم في هذا الموضوع. أيضا مهم جدا مثل ما نشوف التعاون بين وزارة الثقافة وبين مركز الوجدان الحضاري وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، هذا كله يصب في مصلحة الوطن ويصب في مصلحة المجتمع. أكيد عبد الله. وخلونا ننتقل إذن إلى خبر آخر مشاهدينا، حيث وقع الاتحاد القطري للرياضة للجميع
اتفاقية شراكة مع شركة تريلز للفعاليات الرياضية من خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الرياضة والشباب بصالة لوسيل الرياضية. وتتضمن الاتفاقية إقامة مجموعة من سباقات الجري خلال العام 2024، تتضمن 4 تحديات، هي تحدي الزبارة وتحدي فويرط وتحدي سيلين وأخيرا تحدي الوكرة. وتأتي اتفاقية الشراكة بين اتحاد الرياضة للجميع وشركة تريلز للفعاليات الرياضية امتدادا للتعاون والتنسيق المستمر بين الطرفين خلال الفترة الماضية، الذي أثمر عن إقامة العديد من الفعاليات الرياضية خلال رزنامة الرياضة للجميع للعام الماضي. وعبد الرحمن، يعني ذكرت لنا ماراثون أريدو، بعد عندك يعني أكثر من سباق تقدر أنك تشارك فيه، تقدر يعني مثلا أنت مو بجاهز تتدرب وتجهز نفسك وتشارك في السباق اللي تبي. لا ما عليك، وقت السباق أجهز. والحلو بعد في مثل هذه الفعاليات أنك تتعرف على خلنا نقول مناطق في دولتنا الحبيبة قطر، يعني مثل سهلين، فويرط، الوكرة وغيرها من الأماكن السياحية. يعني مثلا ماراثون أريدو اللي شاركون فيه راح يمرون على العديد من المناطق الجميلة في دولتنا الحبيبة قطر، تستمتع في المناظر، تعرف على هذه الأماكن. فحلو أن أنت تسوي رياضة وتتعرف أيضا على الأماكن اللي موجودة في قطر. والجو بعد حلو الحين، فيعني الموضوع سهل. أكيد مشاهدينا الكرام، مع انطلاق فعاليات النسخة 20 من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات بمشاركة أكثر من 500 علامة تجارية بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، والذي لا يزال يسجل حضوره على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. تفاصيل أكثر نتابعها في سياق هذا التقرير. بعد 19 نسخة تشابهت كلها في التميز والأجواء الفاخرة، يعود معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في نسخته 20 ليكون مثالاً على الفخامة وجودة التصميم. يشارك طبعاً في هذه النسخة ما يقارب 500 علامة تجارية من جميع أنحاء العالم، 10 دول من حول العالم مشاركة أيضاً في هذه المعرض بمساحة تقدر ب 30,000 متر مربع للمعرض عموماً. يقدم المعرض مجموعة فاخرة من الساعات والمجوهرات والفضيات، ومن المرتقب أن يستضيف 30,000 زائر من أكثر من 150 بلداً، كما يضم جناح المصممين القطريين بتصاميمه المميزة والمبتكرة. سعيدة أنا بالمشاركة في هالجناح، لأن هو يعني صراحة يبرز القطريين والقطريات في هالمكان ذي، يعني ووجودنا بعد بين المصممين بين الدور العالمية هاي شيء يعني طيب لنا. احنا نشارك في معرض دوحة للساعات والمجوهرات من 2007، وسعيدين بإتاحة الفرصة لنا ان احنا نكون في جناح المصممين القطريين. المعرض يتيح فرصة التواصل مع عشاق المجوهرات، كما يوفر منصة لالتقاء المصممين من مختلف دول العالم لتبادل الخبرات والأفكار فيما بينهم. مثل كل سنة نحن بننتظر هاي الفعالية، تعتبر بالنسبة لنا أهم فعالية خلال العام كشركات مجوهرات قطرية، ملتقى يعتبر ما بين موردين الخارج ونحن كشركات، نحتاج أنه يكون في مثل اجتماعات ما بين التجار إن كان من هند ولا إيطاليا أو فرنسا. يتوقع أن تشهد النسخة الحالية من المعرض نجاحاً استثنائياً من ناحية المبيعات وكذلك الإقبال الجماهيري، بعد أن بات بمثابة كرنفال قطري عالمي، مرسخاً مكانته ليكون أحد أهم معارض المجوهرات والساعات في العالم.
حياكم الله من جديد مشاهدينا. نبدأ أولى فقراتنا الحوارية، حيث أعلنت اللجنة المشتركة لليوم الرياضي للدولة في وقت سابق المعايير والشروط الواجب اتباعها خلال اليوم الرياضي للدولة 2024، وقد نظمت إدارة الشؤون الرياضية بجامعة قطر مؤتمر صحفي يتناول اليوم الرياضي 2024. أكيد كما يواصل الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية استعداداتها المكثفة لاستضافة سباق قطر 18-12 كيلومتر ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات التحمل للمرة الأولى خلال الفترة من 29 فبراير الجاري إلى 2 مارس القادم. وللحديث بالتفاصيل صرنا أن نستضيف السيدة فاطمة القائدي، وهي مدير التسويق والاتصال في حلبة لوسيل الدولية. حياك الله معنا. الله يحييك، يا مرحبا. أهلا. وأيضا للحديث حول اليوم الرياضي صرنا أن نستضيف السيدة أمينة الكعبي، وهي رئيسة قسم المنتخبات الرياضية في جامعة قطر. حياك الله معنا. مرحبا، أهلا. حياكم الله معنا أكيد في استديوهاتنا في إكسبو. يعني بداية سيدة فاطمة، لو نتكلم عن استعداداتكم لهذا السباق، سباق قطر 18-12 كيلو متر. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً أعلننا في نهاية 2022 أن قطر راح تبتدي تستضيف سباقات العالم للتحمل تحت مسمى قطر 18-12 كيلومتر، والاسم مستوحى من يوم الوطني لدولة قطر، طبعاً اسم يوم عزيز على قلوبنا كمواطنين ومقيمين، بحيث أن مسافة السباق راح تكون حوالي 10 ساعات اللي هي 18-12 كيلومتر. طبعا الحلبة على أتم استعداد لاستقبال هذا السباق العالمي من حيث الجاهزية، منها الجاهزية الحلبة نفسها، المرافق اللي موجودة. نفس ما تعرفون أن الحلبة تجددت في سنة 2023 واستضافنا فورمولا 1 كأول إيفنت، وتم طرح أيضا التذاكر في يناير، فالكل يقدر راح يشتري التذاكر لحضور سباق قطر 18-12. جميل، ان شاء الله نشارك فيه. انت ما شارك، احنا خلاص ما بدنا نشارك، بنحضر. لا بنشارك، واذا ما مدانا بنحضر. ان شاء الله. يعني نروح شوي الى سيده امينه. اليوم يعني جامعه قطر تشارك في اليوم الرياضي للدوله مثل باقي الجهات وباقي المؤسسات. خلينا نتكلم وياك عن اهميه مشاركه جامعه قطر في اليوم الرياضي المعتمد في الدوله. طبعا اليوم الرياضي من بدايته في سنة 2012 إلى نسخته 13 يعتبر يوم وطني رياضي، مناسبة وطنية لجميع مؤسسات الدولة، طبعا من ضمنها جامعة قطر اللي تحتفل في هذا اليوم، والجامعة على أتم الاستعداد للاحتفال بهذا اليوم الرياضي، إدراكا منها لأهمية هذا اليوم لجميع منتسبينها سواء على مستوى الصحة أو على مستوى نشر الثقافة الرياضية. جميل. سيدة فاطمة، يعني لو نتكلم عن هذا السباق أكثر، خلنا نقول 1800 كيلو 10 ساعات، كم عدد المشاركين في هذا السباق بس بدون لا تحسبين أنا واحدة؟ المجموع هو 37 فريق، ينقسم كنوعين، الهايبر كارز والال ام جي تي 3. عادة سباقات التحمل تكون شبكة الانطلاق مالتها تكون مليئة بالسيارات، يعني 37 سيارة راح تكون موجودة على الجريد، ولأول مرة في سيارات راح تطرح مثل هايبر كارد قبل ما كانت موجودة، راح تكون موجودة في حلبة لوسيل. الحلو في الموضوع أنه خلال الفعالية بس في سباقات التحمل الجمهور راح يقدرون أنهم أيضا يروحون منطقة البادوك يشوفون السيارات عن قرب، أماكن الجراجات، فهي فرصة صراحة ما تفوت، خصوصا للناس اللي يحبون هذه السيارات. جميل. إن شاء الله. يعني اليوم سيدة أمينة، شنو هي فعالياتكم، شنو هي الأنشطة اللي راح تسوونها بمناسبة اليوم الرياضي؟ طبعا تحتفل الجامعة في اليوم الرياضي يوم الثلاثاء 13 فبراير من الساعة 8 إلى الساعة 12. تقام فعالية اليوم الرياضي في الجامعة على منطقتين مختلفتين، الأولى للبنين وهي في مبنى الرياضة والفعاليات في الجامعة، والثاني مخصص للسيدات في استاد الجامعة للسيدات والأطفال. طبعا تشمل العديد من الأنشطة، منها المنافسات الجماعية والفردية، ومنها منافسات الجوجوتسو، سباق الجري، تحديات لياقة بدنية، محطات لقياس الوزن وكتلة الجسم والقياسات الحيوية، بالإضافة إلى بطولة بدل راح تكون الساعة 4 في ملاعب الجامعة للبنين. جميل.
جميل. يعني سيدة فاطمة، اليوم لو نتكلم عن الفعاليات اللي قاعدة تستضيفها دولة قطر، فعاليات رياضية، فعاليات ثقافية، وأيضا الفعاليات الخاصة بالسيارات والدراجات النارية. يعني اليوم خلنا نقول قطر هل تعد نموذج مثالي كمستضيف لهذه الفعاليات؟ مش ثقة، بس أقدر أقول أن تحت قيادة الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية وحلبة لوسيل تستضيف حاليا كل سنة ثلاث بطولات عالمية، اللي هي الفورمولا 1، الموتو جي بي للدراجات النارية، وأضفنا إلى الرزنامة الحين البطولة العالمية لسباقات التحمل. أقدر أشوف أن إحنا مركز لجميع أنواع الرياضات الميكانيكية، ودائما بنفاجئكم إن شاء الله في المستقبل في العديد أيضا من الفعاليات الثانية ممكن تستضيفها قطر. نعم، يعني أكيد قطر سباقة في كافة الأمور، وأيضا الجامعات اللي في قطر سباقة دائما في أنها تعزز مفهوم الرياضة، مفهوم الصحة لكل من هو منتسب في هذه الجامعة. يعني أنا يمكن سمعت قبل شوي أنت ذكرتي بأن في للبنين مكان خاص لليوم الرياضي، وأيضا للسيدات والأطفال أيضا موجودين معاكم. فاليوم شلون الجامعة تعزز مفهوم الرياضة، تعزز مفهوم الصحة لكل من هو منتسب في الجامعة؟ الجامعة طبعا عندها الكثير من المبادرات لتعزيز اليوم الأول، اليوم الرياضة والرياضة بشكل عام في الجامعة، يمكن أهمها عن طريق تكوين منتخبات رياضية متخصصة في البنين والبنات، وطبعا تحت قاعدة مدربين كوكبة تعتبر في التدريب الرياضي لكل لعبة، بالإضافة إلى برامج اللياقة البدنية وفعاليات الرياضية مثل مؤخرا صار الباور ليفتنج عندنا في الجامعة، بالإضافة إلى تحدي الكروسفيت وإلى سباق اختراق الضاحية، بالإضافة أخيرا إلى إقامة الفعاليات الرياضية سواء في الألعاب الجماعية والفردية. يعني في تنوع خلنا نقول في الفعاليات الرياضية. اليوم لو نتكلم فاطمة عن هذه البطولة اللي تستضيفونها أو تسوونها خلال الفترة الجاية اللي من تاريخ 29/2 لين 2/3، يعني هذه مثل هذه الفعاليات، مثل هذه البطولات، شلون ممكن أن تعزز السياحة في دولة قطر؟ مثلا كقطر كوجهة تستقطب مثل هذه الفعاليات العالمية على مدار ثلاث مرات في السنة، الجماهير اللي حابة هذه الرياضات راح تلتفت إلى قطر. طبعاً بعد استضافة كأس العالم خلينا نقول أن ارتكزت عند الناس أن قطر أصلاً هي مصدر أو خلينا نقول هب حق الرياضات بشكل عام، وإحنا دورنا في الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية نحن نعزز من الرياضات هذه ونجيب العديد من الرياضات العالمية في قطر، يكون العائد أيضا بشكل اقتصادي على الدولة، لأن هاي اللي شفناه في نسبة التذاكر في نسبة كبيرة منهم خلال فورمولا 1 أو خلال سباق الموتو جي بي يكونون جايين من برا فقط لحضور هذه البطولات في قطر. جميل. أكيد اليوم الرياضة جدا مهمة في كافة المجالات، وإحنا نشوف في تنوع كبير من خلال الرياضات اللي راح تقيمونها في اليوم الرياضي، أو أيضا مجمع الرياضات اللي موجود في جامعة قطر، فيه العديد من الرياضات، فيه العديد من المرافق اللي ممكن أن الواحد يروح لها ويستفيد منها. أنا صراحة تخرجت بعدين صار الافتتاح فما قدرت أروح للمجمع، ولكن ممكن من خلال الزيارات أنا أشوف هذا المجمع المميز صراحة. اليوم يوم الناس يحتفلون باليوم الرياضي مع الجامعة، شلون تقيسون مستوى الوعي من خلال الرياضة، من خلال الجانب الرياضي بالنسبة لطلاب الجامعة؟ هو ينقيس الوعي الرياضي عن طريق البرامج اللي تطرحها الجامعة، وعن طريق انتساب الطلاب والطالبات لهذه البرامج. يمكن في الفترة الأخيرة عملت الجامعة برامج رياضية كثيرة، منها أنشطة تحدي ومنها بطولات، فتشوف المنتسبات ومنتسبين الجامعة أعدادهم في تزايد بين كل فترة وفترة. لما نسوي الإحصائيات ونجمعها هذا يعطينا خلني أقول لك مؤشر لنجاح الفعالية وإقبال الطلاب والطالبات عليها وجميع منتسبين الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات وموظفين. جميل جميل. يعني تخرجت أنت بس تقدر تحضر هذه الفعالية وتقدر تستمتع باليوم الرياضي في جامعة قطر.
سيدة فاطمة إلو نتكلم ختاما، اللي حاب أنه يحضر لهذه البطولة وهذه المسابقة شلون ممكن أنه يحجز التذاكر، وشين هي الأمور مثلا المترتبة على حجز التذاكر مثل الأماكن البدك؟ في فئتين للتذاكر، فئة الضيافة وفئة الجراند ستاند أو المنصة الرئيسية للحلبة. سعر التذكرة في هالمرة مسوينها كباقة تضم سباق الموتو جي بي وأيضا سباق قطر 18-12 بسعر 200 ريال، لأننا بالكل يحضر هذه البطولات في خلال ويكند متتالي ويستمتع في هذه الأجواء، خصوصا يقدرون يشوفون سيارات المكلارن، الفراري، البورشة، كلها يعني من مسافة جدا قصيرة. فموقع التذاكر موجود على حلبة لوسيل الدولية وأيضا خلال قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة لحلبة لوسيل. أكيد يعطيكم العافية. وعبد الرحمن أنت من أول الحضور، لأن أنا أعرف كنت محب للسيارات، يعطيكم العافية وما قصرتوا. أكيد سيدة فاطمة القائدي مدير التسويق، أكيد مدير التسويق والاتصال في حلبة لوسيل الدولية، وأيضا السيدة أمينة الكعبي رئيس قسم المنتخبات الرياضية بجامعة قطر، يعطيكم العافية وبالتوفيق إن شاء الله لكم. شكرا. يعطيكم العافية. إذن مشاهدينا طبعا مستمرين معاكم، لكن خلونا نشوف هذه الأجواء بعدها نرجع نواصل باقي فقراتنا. حياكم الله ويانا مشاهدينا الكرام. حققت دولة قطر المركز الثالث عالميا في مؤشر تنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2023 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات أواخر ديسمبر عام 2023. ويغطي عبد الله هذا المؤشر 169 دولة، ويعد بمثابة تقييم شامل لمستوى الاتصال بشبكة الإنترنت في هذه الدول، مما يعكس تطورها الرقمي. راح نعرف تفاصيل أكثر من خلال ضيفنا المهندس حسين صلات المدير العلاقات العامة والاتصال في هيئة تنظيم الاتصالات. حياك الله معنا، سعد الله مساك.
الله يحييكم ومساكم الله بالخير عليكم وعلى المشاهدين، شكرا على استضافتي. الله يحييك اخوي حسين. اليوم دولة قطر حققت المركز الثالث عالميا في مؤشر تنمية الاتصالات تكنولوجيا المعلومات عام 2023، عطنا بس تفاصيل اكثر معلومات عن هذا الموضوع. الله يسلمك. الاتحاد الدولي للاتصالات هو اللي نشر هذا المؤشر. الاتحاد الدولي للاتصالات هو كيان يتبع الأمم المتحدة، فأي شيء يصدر منه من منشورات أو من مؤشرات يعتبر مصدر رسمي. أعطيكم نبذة بسيطة عن الاتحاد الدولي للاتصالات. هو اتحاد معني بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ينبثق منه ثلاث قطاعات. قطاع مختص بالاتصال الراديوي، وقطاع التقييس اللي هو standardization، وقطاع تنمية الاتصالات. الآن القطاع الأخير هو قطاع تنمية الاتصالات، هو اللي انبثق منه هذا المؤشر. الاتحاد الدولي للاتصالات فيه 193 دولة عضو، قطر عضوة فيه من سنة 1973. السنة الماضية قطاع تنمية الاتصالات غير وعدل في عناصر من هذا المؤشر، مؤشر تنمية الاتصالات، وبعد ما عدل فيها دعا الدول الأعضاء كلها، يا جماعة تفضلوا عندنا نبغي نشوف كيف نطور في هذا المؤشر أكثر وأكثر. جميل. فقطر من ضمن هذه الدول الأعضاء، تعاوننا مع قطاع تنمية الاتصالات، وكان لقطر مداخلات فعالة ونقاشات أضافت على هذا المؤشر، والحمد لله احنا عندنا فريق مختص في المؤشرات، وقدرنا الحمد لله ناخذ دعم دول أخرى في هذا المؤشر. جميل. يعني مهندس حسين، لو نتكلم عن المنهجية المتبعة في نسخة عام 2023، وعلى شنو مثلا، شنو اللي يدل مثلا على زيادة النقاط لكل دولة؟ مثلا شنو هو، خلنا نقول شلون ممكن أن تحقق الدولة نقاط أكثر من خلال هذه المنهجية؟ بالنسبة للمنهجية، أول شيء مثل ما تفضلت قبل شوي أن المؤشر أعطى 169 دولة صحيح موقفها في هذه العناصر. العناصر أو المؤشر ينقسم إلى محورين أساسيين: مستوى الاتصال بالإنترنت وجودة الاتصال بالإنترنت. هذين المؤشرين أو المحورين ينبثق منهم 10 عناصر في مجموع 100 نقطة. قطر قدرت تستحصل على المركز الثالث دوليا، وبفارق بسيط جدا بيننا وبين المركز الثاني والأول. من أصل 100 نقطة قطر جابت 97.3 من 10، والفارق بينه وبين المركز الأول أقل من نقطة واحدة. يعني اليوم دولة قطر حققت المركز الثالث، احنا ودنا منك تعطينا تفاصيل نتائج دولة قطر، شلون حققت هذا المركز الثالث عالميا. هي قطاع تنمية الاتصالات معني بالتحديد عن البنى التحتية، واحنا في قطر عندنا شبكة اتصالات متقدمة، وعليه احنا قدرنا نحقق عدة أو نجيب أرقام عالية في عدة عناصر. إذا تسمحوا لي بس أقرأ بعض الأرقام هذه. خذ راحتك. عندكم الله يسلمك، الله يسلمكم، 100% من سكان في دولة قطر يتمتعون بتغطية شبكة الجيل الثالث اللي هي 3G. فما أسرع فما أعلى. 99.8 من 10% يشملهم أو تشملهم شبكة الجيل الرابع 4G أو أسرع. 99.6 من 10% من الأفراد في الدولة يملكون جوالات. نسبة وصول الأفراد للإنترنت في قطر تعتبر من الأعلى في العالم بنسبة 99.7 من 10%. وأخيراً 95% من الأسر في دولة قطر يتوفر لديهم الاتصال بالإنترنت المنزلي. جميل. يعني هذه المؤشرات خلينا نقول عن جودة الإنترنت وأيضا سرعة الإنترنت.
صحيح. يعني لو اليوم نتكلم ان هذا المؤشر مثل ما ذكرت انه يصدر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، يعني اليوم خلنا نتكلم عن الاهميه اللي تكتسبها من خلال هذه التقييمات لما يكون يصدر عن منظمه دوليه. مثل ما قلنا قبل شوي ان بما انها منظمه دوليه تتبع الامم المتحده فاي اصدارات منها تعتبر رسميه. انت تعطيني مراه لما انا عليه اليوم كلا في مجاله طبعا. احنا اليوم معنيين في الاتحاد الدولي للاتصالات ان في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر تحقيق المركز او الحصول على المركز الثالث في هذا المؤشر يعطينا انطباع حقيقي ان احنا وين كنا وين وصلنا. هذا معناته ان احنا في السنوات السابقه حطينا رؤيه، حطينا سياسات تتماشى طبعا مع سياسه او رؤيه قطر 2030. مشينا على هذه السياسات، مشينا صح على هذه السياسات. كل من يعمل في هذا القطاع ابدى جهد وتعاون. يعني احنا في هيئه تنظيم الاتصالات نشتغل يدا بيد مع وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نشتغل يدا بيد مع مقدمي الخدمات، وطبعا في ذوي المصلحه وذوي الخبره ايضا نشتغل معاهم. مما وصلنا الى هذا مره ثانيه، هذا يعطيك انت اليوم وين الترتيب الثالث، معناته انت تسوي شغلك على اتم وجه. القطاع والبنى التحتيه كلها في مكانها الصحيح. اليوم هذا حجر اساس انت تبني كل مؤشر ومؤشر تبني حجر اساس وتمشي للمستقبل. احنا نأكد ان احنا نقدم او نحاول نقدم افضل الحلول المتوفره اليوم في السوق لخدمه المستخدم، ونمشي ان شاء الله للمستقبل ونضيف الى ذلك الازدهار ان شاء الله الوطن و يعني اكيد اليوم انتم حققتوا المركز الثالث باذن الله في النسخه القادمه المركز الاول ان شاء الله من خلال جهودكم الواضحه. كل الشكر لك المهندس حسين صلات مدير العلاقات العامه والاتصال في هيئه تنظيم تنظيم الاتصالات. شكرا جزيلا لك وما قصرت على حضورك معنا. كل الشكر لك. إذن مشاهدينا خلونا ننتقل إلى موضوع آخر، حيث تختص دار الوثائق القطرية بتحديد كل ما له قيمة تاريخية من الوثائق والمحفوظات والحصول على هذه الوثائق والمحفوظات، وذلك أيضا لإبراز القيم الثقافية والعلمية للوثائق وإجراء البحوث والدراسات التاريخية والتوعية بأهمية التراث الوثائقي. المزيد من التفاصيل خلونا نتابع هذا التقرير ونرجع لكم. قرار سمو الأمير كان واضح بتشكيل جهة أو جهة حكومية اليوم موجودة تحفظ وثائق الدولة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والجهات تمولها الدولة، وكذلك الوثائق اللي موجودة اليوم في العالم تخص قطر، سواء كانت من الأرشيفات المختلفة الأرشيف العثماني أو الأرشيف البريطاني. وجود اليوم دار الوثائق هو حفظ لهذه المستندات، وكذلك تمكين الباحثين، والفكرة الأساسية هي تمكين الباحثين من عمل الأبحاث اللازمة في هذا الموضوع. فاليوم المستندات موجودة، الاستفادة منها عن طريق دار الوثائق راح يكون مفتوح للجميع إن شاء الله. الجميع راح يكون قابل أن يعمل الأبحاث اللازمة في هذا الموضوع، وتسخير جميع الإمكانيات اللازمة لعمل الأبحاث التاريخية أو الأبحاث اللازمة عن تاريخ قطر بإذن الله. كل دولة تحاول أن تبين التاريخ اللي موجود عندها عن طريق الوثائق اللي موجودة. اليوم إحنا كذلك بدورنا كدار وثائق قطرية ملزمين بأن نحافظ على تاريخنا اللي موجود وكاختصاص أصيل موجود عندنا، وكذلك بحفظ ما أن نحن مجتمع خليجي نوعا ما متقارب في أكثر الأشياء اللي موجودة والوثائق اللي موجودة. نلاحظ أن بعض الوثائق ذكرت قطر مع الخليج في نفس الوثيقة، فإحنا كذلك قرار سمو الأمير الله يحفظه ذكر فيه قطر الخليج والعالم العربي والإسلامي كذلك. الاختصاص الثاني اللي موجود تتيح للباحثين العمل في أي وثائق يطلبونها والاطلاع عليها والبحث فيها، والمكتبه كذلك موفره بجميع بيكون فيها جميع المستلزمات من ملحقات حاسوبيه ومن الى اخره، ان يعملون البحث كامل من غير احتياج اي شيء من الخارج. كذلك عندنا اللي من اختصاصاتنا والاقسام اللي موجوده يمكن الورش الفنيه، من ورش رقميه وورش ترميم،
هالورش هذه وجدت كذلك انها تساعد يعني الدار في عمل اختصاصها المنوط بانه بحفظ الوثائق وترميمها وتنظيمها. عندنا كذلك التحول الرقمي. التحول الرقمي ان شاء الله كاحد الاستراتيجيات اللي نعمل عليها عن طريق موقع الكتروني لدى الدار اللي جاري العمل عليه حاليا، تتمكن موضوع التحول الرقمي من جميع المستندات اللي موجوده ومطلبه تكون في منصه رقميه يتم الاطلاع عليها من قبل اي باحث في اي دوله في العالم. هناك معايير رئيسية في اختيار الوثائق. طبعاً احنا عندنا الوثائق العامة اللي هي متعلقة بالمؤسسات الحكومية لها ضوابطها الخاصة، وأيضاً عندنا الوثائق الخاصة اللي متعلقة أيضاً بالمكتبات الخاصة والأفراد. سيتم الإعلان عن الضوابط الرئيسية قريباً بعد اعتمادها مجلس الوزراء المؤقر، وإن شاء الله قريب يتم الإعلان عنها بتفاصيل أكثر إن شاء الله. حياكم الله ويانا مشاهدينا الكرام. افتتحت مؤسسة حمد الطبية وحدة السمع والتوازن الجديدة بمركز الرعاية الطبية اليومية لتوفير التقييم الشامل وتقديم العلاج للمرضى من كافة الأعمار الذين يعانون من مشاكل في السمع والتوازن. كما نظمت مؤسسة حمد الطبية قمة الشرق الأوسط للعلاج بالبروتون التي تنعقد للمرة الأولى في دولة قطر بالتعاون مع إدارة علاج الأورام بالإشعاع، حيث ناقشت القمة أهمية استخدام هذا النوع من العلاج في مرض السرطان إلى جانب الاتجاهات المستقبلية لرعاية مرضى السرطان في الشرق الأوسط. أكيد يحدثنا عن افتتاح وحدة السمع الدكتور خالد عبد الهادي، وهو استشاري أول أمراض السمع والتوازن ورئيس قسم السمع والتوازن بمؤسسة حمد الطبية. حياك الله معنا. الله يحييك، يا مرحبا فيك. حياك الله دكتور. وأيضا عن قمة الشرق الأوسط للعلاج بالبروتون تحدثنا عنها الدكتورة نورة الحمادي، وهي رئيس قسم العلاج الإشعاعي للأورام واستشاري أول للعلاج الإشعاعي، نائب المدير الطبي لخدمات الدعم الإداري في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان، وأيضا أستاذ مشارك للعلاج الإشعاعي السريري في جامعة وايل كورنيل قطر. حياك الله معنا. الله يحييك. حياكم الله معنا وسعيدين بتواجدكم. بداية الدكتورة نورة، يعني لو نتكلم احنا في المقدمة قلنا عن العلاج بالبروتون، فنبي نتعرف عن العلاج بالبروتون، مزايا العلاج بالبروتون، وأيضا مقارنة بالعلاجات التقليدية للسرطان. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بنتكلم عن العلاج الإشعاعي التقليدي المتعارف عليه عندنا في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان، والمتعارف عليه في معظم أقسام الإشعاع في العالم. هو بالعلاج الفوتوني. العلاج الفوتوني عبارة عن جسيمات ذات طاقة عالية تنتجها المسرع الخطي اللي احنا نسميه لينيا اكسلريتر، وهذا اللي احنا متعارفين عليه عندنا في دولة قطر في المركز الوطني. العلاج البروتوني مختلف عن العلاج الفوتوني، هي عبارة عن جزيئات بروتونية يتم انتاجها بواسطة مضخة مسرعة نسميها السايكلوترون. والفرق بين البروتون والفوتون ان البروتون الجرعة كلها تروح في منطقة الهدف أو المنطقة اللي فيها الكتلة الورمية مع المحافظة بدقة متناهية، يعني بدقة متناهية على الأعضاء والأنسجة السليمة. جميل. نعم. يعني أكيد دكتور اليوم احنا نتكلم عن وحدة السمع والتوازن الجديدة اللي تم افتتاحها مؤخرا في مركز الرعاية الطبية اليومية. خلينا نتكلم عن أهميتها، أبرز اختصاصاتها بالنسبة للجودة المتوقعة لحياة المرضى. هي عبارة عن قسم أو وحدة مكملة لقسم السمع والتوازن، بحيث أنها تعتني بالمعينات السمعية والعلاج السمعي اللفظي.
طبعا احنا مؤسسة حمد او دولة قطر تعتبر الرائدة في البرنامج الوطني للكشف المبكر عن ضعف السمع، ويأتي هذه الوحدة مكملة للعلاج للأطفال اللي يكتشفوا مبكرا عن ضعف السمع ويبتدون يعالجونهم. طبعا هذه الوحدة وحدة كاملة تشمل جميع الأعمار من كبار السن ومن الأطفال حديثي الولادة ومن باقي الأعمار الثانية، وطبعا تعتمد على التشخيص المبدئي اللي يحصل في مؤسسة حمد في قسم السمع والتوازن، وبعدها يتم تحويلهم لهذه الوحدة المبتكرة الجديدة. نعم. دكتور خالد، احنا راح مستمرين معاك اكيد ومع الدكتورة نورة ونتعرف على هذه المواضيع، لكن بعد هذا الفاصل. حياكم الله ويانا مشاهدينا الكرام، اكيد نجدد الترحيب بالدكتور خالد عبد الهادي، استشاري اول امراض السمع والتوازن ورئيس قسم السمع والتوازن بمؤسسه حمد الطبيه، وايضا الدكتوره نوره الحمادي رئيس قسم العلاج الاشعاعي للاورام واستشاري اول العلاج بالاشعاع ونائب المدير الطبي لخدمات الدعم الاداري في المركز الوطني لعلاج وابحاث السرطان، وايضا استاذ مشارك للعلاج الاشعاعي السريري في جامعه ويل كورنيل قطر. اليوم يعني دكتوره لو نرجع شوي نتكلم عن العلاج بالبروتون، شلون ممكن للعلاج بالبروتون انه يحافظ على الانسجه الطبيعيه والاعضاء الحيويه؟ العلاج بالبروتون مثل ما ذكرت سابقا انه هو يعطينا جرعات عاليه جدا، وتكون هالجرعات موجهه للمنطقه اللي فيها الهدف او التارجت او خلينا نقول الكتله الورميه. اللي يميز العلاج البروتوني انه هو عنده
توقف حاد، احنا نسميه شارب ستوب، يعني الجرعة ما يصير عندها تناثر. في الفوتون يصير عندك شيء يسمونه سكاتر دوز. السكاتر دوز هو الجرعة المتناثرة. هذه الجرعة البسيطة المتناثرة ممكن تأثر بشكل طفيف على الأعضاء الحيوية والسليمة اللي حوالين الكتلة الورمية، ولكن مع البروتون لما تروح الجرعة حق المنطقة المستهدفة يصير في توقف بعد المنطقة المستهدفة، بحيث أن الجرعة المتبقية ما تروح للأعضاء السليمة مثل ما تروح في الفوتون. فطبعا هذه كلها تساعد أن الشخص ما تكون عنده أضرار جانبية من الإشعاع على المدى القريب أو البعيد. جميل جميل. دكتور خالد، اليوم احنا تكلمنا يمكن قبل الفاصل عن افتتاح وحدة السمع والتوازن الجديدة، لو نتكلم عن أبرز العلاجات والخدمات اللي تقدمها هذه الوحدة للمرضى. مثل ما ذكرت الله يسلمك، هي وحدة مكملة لباقي الخدمات اللي تقدم من قسم السمع والتوازن، وهي تقريبا 11 خدمة تقدم، ونشوف تقريبا 2000 مراجع في الشهر، ما يقرب 2000 إلى 2200 مراجع في الشهر. هذه الخدمة تعتني بالسماعات أو المعينات السمعية، وأيضا العلاج اللفظي أو النطقي اللفظي، السمع اللفظي. هذيلا طبعا يتركزون بعد ما نشخص في قسم السمع والتوازن، يحولوا اللي عندهم ضعف في السمع. وطبعا ضعف السمع هذا نكتشفه من البداية في البرنامج الوطني للكشف المبكر عن ضعف السمع. يعني احنا تقريبا نقوم في فحص ما يقرب 28,000 في السنة من الأطفال حديثي الولادة، ومنهم هاي إحصائية عالمية 1 إلى 3 بالألف عندهم ضعف سمع. طبعا ضعيف السمع لابد أن تختلف معالجته على هوا ضعف السمع. إذا كان بسيط إلى متوسط يجب أن نركب له معينات سمعية أو سماعات، فهذه الوحدة تعتني في هؤلاء الأطفال. وأيضا عندنا برنامج، البرنامج القطري لزراعة القوقعة، تقريبا سوينا 382 من 2005 إلى اليوم، 382 أو 83 حالة زراعة قوقعة. طبعا هذيلا يحتاجون تأهيل أو التأهيل السمعي اللفظي، فعندنا ما يقرب 11,000 مراجع في السنة بالنسبة للتعليم السمعي اللفظي، والحمد لله تعدينا يعني مرحلة النطق، تقريبا الجراحات 100% النجاح و 97% النجاح السمعي اللفظي الحمد لله. يعني دكتورة، اليوم أكيد دور التعاون مهم جدا، فإحنا نشاهد تعاون بين مؤسسة حمد الطبية وأيضا بين الطبية في الولايات المتحدة لتطوير العلاج بالبروتون. خلنا نتكلم شوي عن هذا التعاون اللي بينكم. إحنا في الوقت الحالي ما عندنا تعاون رسمي بيننا وبين بن الطبية، ولكن كانت في مثل زيارات ميدانية بيننا وبينهم. على أساس هالزيارات الميدانية قرروا أن تكون القمة عندنا في قطر. الحمد لله رب العالمين، المركز الوطني للعلاج أبحاث السرطان قسم العلاج الإشعاعي يتميز بجودة عالية في تقديم العلاج الفوتوني. على أساسه بن الطبية اختارتنا إحنا أن يكون هالمرة البروتون، قمة البروتون في منطقة الشرق الأوسط في قطر بالذات. طبعا مثل هالقمة تنعمل سنويا في الولايات المتحدة في ولايات مختلفة، ولكن قرروا أنهم يطلعون ويسوونها في قطر. لا شك أن بن عندهم خبرة في العلاج البروتوني أكثر من 15 سنة، فالتعاون بينهم في الخبرات الميدانية راح يكون جدا ممتاز لنا ولهم طبعا في تبادل الخبرات وحتى على مستوى المرضى. جميل جميل. يعني نشوف هذا التعاون ممكن أنه يطور من خلنا نقول هذه الأمور الطبية، تعرف على الأمور الجديدة في الطب وتقدر تطورها أيضا. يعني دكتور خالد، اليوم لما نتكلم عن خلنا نقول مراحل العلاج، جاكم مريض مثلا صار له فحص، عرفتوا ايش المشكله، ايش العمليه اللي يحتاجها، فنتكلم اليوم عن مراحل وخطوات العلاج بعد تحديد خلنا نقول نسبه السمع او المشكله اللي في هذا الشخص. هذا بالنسبه للسمع، لان قسم السمع والتوازن الى اختصاصات متعدده، من ضمنها اللي هو الدوار أو عدم الاتزان، هذا شيء فرع أو وحدة خاصة.
في عندنا عيادة الطنين هذا شيء آخر أيضا، وعيادة السمع. عيادة السمع يبتدي التشخيص إذا كان كبير السن، نسوي له فحوصات دقيقة نعرف عتبة السمع كم عنده، ومن ثم إذا كان عنده ضعف في السمع متوسط أو شديد أو بسيط يحول إلى وحدة المعينات السمعية، يقاس له في جهاز متطور إن كم المفروض يوصل من السمع على أساس يتقبل الدماغ أوكي وينعاد مثل الطبيعي، بيسموه بالإنجليزي real ear measurement اللي هو قياس دقيق بالنسبة لكم من الصوت يجب أن المعينة السمعية توصل للصوت. وبعدين يسوى له قالب، عندنا يمكن دولة قطر هي الوحيدة في المنطقة أو حتى في العالم اللي تصنع القوالب، عادة الشركات اللي تصنع القوالب، احنا ارتئينا ان احنا بنفسنا ان نسوي هذا المصنع أو اللاب أو المختبر لتصنيع القوالب خصوصا للأطفال، لأن تدري الطفل يكبر ويجب تغيير المعينة السمعية، وهذه خدمة رائدة تكون فيها دولة قطر أو قسم السمع والتوازن، والحمد لله أنشأناها في قسم الجديد. وبعدين عقب ما يركب القالب أو ناخذ طبعة الأذن ويتفصل القالب هذا، يتركب له المعين السمعي اللي لازم متماشيا مع ضعف السمع اللي عنده. وبعدين إذا كان صغير السن يتحول إلى وحدة العلاج السمعي اللفظي لتعليمه وتعليم الأم، اللي هو أهم شيء إن كيف إنك تعلمي الطفل في البيئة مالته شلون إنه يسمع وشلون يتكلم، كيف مخارج الحروف والأمور اللي زي كذا. والحمد لله أثبتنا نجاحنا خلال السنوات الماضية، وإلى الآن هذه أكثر تطوراً، هذه الوحدة توسعنا أكثر، نقدر أن نشوف مرضى أكثر بهذا الشكل. جميل. يعني يمكن دكتور من أكثر المقاطع والفيديوهات اللي نشوفها خصوصاً للأطفال اللي ما يسمعون أول مرة يركبون القوقعة هذه أو يركبون القوالب هذه الخاصة بالأذن ويبدون يسمعون، يعني تشوف مثل هذه المناظر اللي صراحة احنا نفرح. فأنتم كدكاترة الله يعطيكم العافية وما تقصرون على جهودكم دائما. اليوم دكتور احنا نتكلم عن العلاج بالبروتون، خلنا نبقى شوي مع الأطفال والبالغين، ليش العلاج بالبروتون يعتبر مهم جدا إلى هذه الدرجة؟ طبعا البروتون صار لفترة طويلة يسوون عليه دراسات، وأثبتت الدراسات أنه هو أكثر فاعلية في الأطفال والشباب. ليش؟ لأن نسبة نجاحه وعلاجه من المرض كبيرة، ونسبة أنه هو يكون على قيد الحياة والأعمار بيد الله بعد كبيرة. لا ننسى أن في الشباب والأطفال يكون في عندك دور النمو والتطور، فأنت لما تعطي البروتون تضمن أن أنت ما ضربت كل الأعضاء السليمة، أنت وجهته للهدف بحيث أنه هو لما يكبر ويصير عنده نمو وتطور ما تكون عنده إعاقات في أماكن أخرى، فأثبت فعاليته في الأطفال والشباب. أنت عندك الطفل يطول، يعني عندنا اللي هو المرض اللي نسميه ميدولوبلاستوما أو اللي هو الخلل في الجهاز النخاعي والعصبي، تعطي الطفل إشعاع على منطقة الرأس والعمود الفقري كامل، فتخيل هو صغير، هو ليحين ما وصل لسن البلوغ، فأنت لما تعطيه البروتون راح ينمو بشكل يعني عادي وطبيعي، غير لما تعطيه الفوتون، لأن الفوتون شوية مثل ما قلت لك الجرعة المنتشرة تكون أكثر من البروتون، فأثبت فعاليته في الأعمار الصغيرة مثل الأطفال والشباب الصغار. جميل جميل. يعني بس عندي سؤال، هل هو يعتبر كيماوي صح؟ لا ما يعتبر كيماوي. ما يعتبر كيماوي، هو إشعاعي موجه للمنطقة اللي فيها المشكلة، يعني هو جهاز يتوجه على الجسم. الكيميائي العلاج يكون بالوريد، فالكيميائي يكون على كل خلايا الجسم، الإشعاعي موجه للمنطقة اللي فيها المشكلة بس. الله يعطيكم العافية دكتور خالد. يعني لو نتكلم يعني الله يعطيكم العافية، أول شيء تقدمون خدمات كثيرة للمرضى وتهتمون في المرضى، لكن
أيضا دور الأسرة والمجتمع لهم دور في رعاية المرضى المصابين أيضا في مشاكل بالسمع والتوازن. اليوم نتكلم عن دور الأهل، شنو النصيحة اللي توجهها للأهل المجتمع كل، خلنا نقول للكل؟ أول شيء خلني أعطيك نظرة عن اللي ضعيف السمع أو فاقد السمع. فاقد السمع منعزل في جو أصم، مجرد ما أنك تعالجه أو تعطيه شيء أنه يسمع فيه، هاي يحتاج يعني وقت لغاية ما يتأقلم مع المعينة السمعية، لأن الدماغ متعود على الصمت وفجأة أنت عطيته الأصوات اللي هو أصواتنا العادية، فهاي يبي له وقت عشان يتعود عليه الدماغ على الأصوات الجديدة، إحنا نسميها adaptation. بس هل يكون تدريجي مثلا ولا؟ إحنا نعطيهم مثلا المعينات السمعية أو السماعات، نعطيهم مواعيد على طول بعد أسبوعين نشوف كيف تقبل السماعة، إيش الأشياء اللي يبي لها تعديل على البرمجة على الأمور اللي زي كذا، لغاية ما خلاص يعني يتضبط معاه يسمع الأصوات كلها يتأقلم معها. بالنسبة لزراعة القوقعة طبعا هذا شيء مختلف تماما، الطفل مولود أو فقد السمع، ففاقد السمع يفقد النطق معه، حتى كبار السن إذا فقد السمع شوي شوي حتى اللغة عنده تتدرج بالانحدار. فلذلك لما تركب له المعين السمعي أو زراعة القوقعة يحتاج تدريب سمعي لفظي، شلون أنك تسمعه بالطريقة الصحيحة وشلون أنك تردده بالطريقة الصحيحة. طبعا الأم عندنا هي المحور بالنسبة للأطفال، المحور الرئيسي اللي احنا متبعينه مثلا الحين او العلم الحديث، اني انا ما ادرب الطفل، ادرب الام كيف تدرب الطفل في البيئة الصحيحة، بيئة البيت، بيئة المدرسة، شلون انه يسمع وشلون انه يتكلم، المخارج الحروف تكون صحيحة على اللغة اللي موجودة عندنا. يعني احنا المعلمين مش كلهم مثلا قطريين، فاذا انا بعلمه لهجة ثانية، فلذلك الأم عندنا هي الحفاظ على التراث أو الحفاظ على اللغة، إنها تدربة بالطريقة الصحيحة. إحنا ندرب الأم ونمتحن الأم وهي تدرب الطفل قدامنا، نعطيها جدول زمني، يعني عندها مراجعتين أو ثلاثة في الأسبوع، نعطيها مثل assignment أو وظيفة إنها تسويها وتطبقها عندي، عرفت كيف؟ وإحنا نصلح لها وبعدين تجينا ونشوف كيف تدرج هذا الطفل بالمخرجات اللي احنا نبيها او البرنامج اللي احنا حاطينه له. الله يعطيكم العافية دكتورة. اليوم تجارب المرضى، النقاشات اللي تدور بينكم خصوصا مع القمة اللي حصلت، مثل هذه الامور شو ممكن انها يعني تساهم في ان الاساس السريري والفيزيائي يتطور من ناحية العلاج بالبروتون؟ شوف مثل هالقمة يصير فيها تبادل خبرات وتبادل حالات المرضى اللي تعالجت بالبروتون. طبعا البروتون أول جهاز بروتون كان 1989، فأول ما سووا البروتون كان شيء جديد عليهم وما كانوا يعرفون من المستفيد من العلاج البروتوني، فحطوا عليه وايد حالات. يعني احنا حين نتكلم أكثر من 15 سنة، فهذه 15 سنة كفيلة أن هي تقول لك فائدة العلاج البروتوني. وهذا اللي تصير في القمة، القمة أن أنت تحط الحالات هذه وتشوف مدى نجاح فعالية البروتون مع هذا المريض بعد 5 سنين. إحنا الخمس سنين الأولى من علاج المريض هذه عندنا الحد الفاصل اللي إحنا نتابع فيها المريض من بعد تلقيه العلاج، بعدين بعد 5 سنين تكون كل الأضرار الجانبية قصيرة وبعيدة المدى، احتمالية حدوثها يعني almost خلينا نقول صفر. فمثل هذه القمة أنت تتبادل فيها الخبرات، كلهم يشاركون بالحالات اللي عندهم وشلون استفاد منها المريض. القمة هذه لما تصير إحنا نخليها على مستوى الشرق الأوسط، فكل العالم والدكاترة والخبراء في المجال الإشعاعي يكونون حاضرين هالقمة للاستفادة طبعا. جميل، الله يعطيكم العافية ونتمنى لكم أكيد التوفيق. دكتور خالد، يمكن خلنا نقول في بعض الأشخاص ممكن أنه يكون عنده السمع بسيط لكن هو مش حاس في نفسه انه عنده مشكله في السمع، فشلون ممكن يعرف اذا لازم يفحص او لا؟ يعني انا اتذكر واحد من الشباب
عنده مشكلة في السمع لكن هو ما يدري إن في مشكلة، لين ما إحنا قلنا له إن أنت مثلاً لما ناديك ما تسمعنا لما من هذه الأمور، فشلون ممكن الواحد يعرف؟ هو جاوبت أنت على السؤال الصراحة. يعني اللي حوله أو مثلاً يعلي على التلفزيون يقول لك ردد الكلام، هذا عنده أكيد مشكلة بالسمع. وشيء بسيط الحين في حتى في المراكز الصحية في فحوصات حق السمع، يعني ممكن كان يراجع والمراكز الصحية تشخصه تشخيص مبدئي أو أولي وبعدين تحوله لقسمنا. والقسم هناك نسوي له الفحوصات، لأن مثل ما ذكرت في عندنا درجات لضعف السمع، في بسيط اللي هو ما حد ينتبه له، حتى في أطفال في المدارس يعني مثلا تحصل علاماتهم نازلة، ترى مو يعني غباء او قله كذا، الطفل ما يسمع. بالكشف او اللي احنا نسويه سكريننج او فحص السمع اللي في المدارس نكتشف ان اطفال كثير عندهم ضعف سمع بسيط، وهذا يحتاج معين سمعي على اساس انه يصير مثل زملائه. فلذلك يعني الفحوصات السمعيه الدوريه وخصوصا للناس اللي يعملون في المجال الاصوات العاليه، المطارات، الجيش، الشرطه، اللي يتعرضون لاصوات عاليه، هذا لازم يكون في فحص دوري لهم. نعم دكتوره، اليوم العلاج بالبروتون، يعني هل هو مثلا، الله يبعد عنا وعنكم ان شاء الله كل شر، هل هو بالنسبة للشخص اللي مصاب بالسرطان هل هذا العلاج أنتم تقترحونه عليه، أو أنتم مثلا تقيمون حالة المريض هذا وتقولون أنت تحتاج مثلا علاج بالبروتون؟ طبعا في تقييم لحالة المريض، أول ما يكتشف المريض بعد الخزعة أو العينة في عندنا مثل لجنة كلنا نجتمع فيها، يكون في دكتور الإشعاع، دكتور الأشعة، دكتور الأورام، دكتور الجراحة، فالمريض تنعمل له خطة كاملة. وطبعا هذه خلينا نقول based on the international guidelines، يعني احنا مو احنا اللي حاطينها هذه، من بعد دراسات كبيره موجوده في العالم، كل مريض له خطه معينه. ففي هاللجنه في هالاجتماع نناقش فيها كل مريض، نجتمع اسبوعيا نحط له الخطه العلاجيه كامله، بحيث مثلا المريض يحتاج اول شيء عمليه، بعدين يحتاج العلاج الكيميائي، بعدين الاشعاعي، ويتم التوقيع والموافقه من ضمن الفريق كامل. جميل، الله يعطيكم العافية. طبعا الدكتورة نورة الحمادي رئيس قسم العلاج الإشعاعي الأورام واستشاري أول العلاج بالإشعاعي ونائب المدير الطبي لخدمات الدعم الإداري في المركز الوطني للعلاج وأبحاث السرطان، وأيضا أستاذ مشارك للعلاج الإشعاعي السريري في جامعة ويل كورنيل قطر. كل الشكر لك على تواجدك معنا اليوم. شكرا على الاستضافة. يعطيك العافية. وأيضا الدكتور خالد عبد الهادي استشاري أول أمراض السمع والتوازن ورئيس قسم السمع والتوازن بمؤسسة حمد الطبية، كل الشكر لك على تواجدك معنا. الله يعطيكم العافية وما قصرتوا، صراحة فقرة جدا مميزة وجدا مهمة استفدنا منها، وأكيد دائما نحمد الله على نعمة الصحة والعافية، الله يبعد عنا وعنكم إن شاء الله كل مكروه. الله يعطيكم العافية. إذن مشاهدينا مستمرين معكم، لكن خلونا نشوف هذه اللقطات ونرجع لكم.
حياكم الله ويانا مشاهدينا الكرام، وتتواصل الطموحات لمنتخبنا الوطني لتحقيق لقب بطل القارة الآسيوية على التوالي المرة الثانية بعد أن استحق هذا اللقب بجدارة في البطولة السابقة عام 2019. ويلعب منتخب قطر الوطني المتصدر المجموعة في تصفيات المجموعات مبادرة فاصلة مع المنتخب الإيراني في الدور نصف النهائي، ومع أمنياتنا طبعاً لمنتخبنا الوطني الوصول إلى قمة هذه البطولة في أرضه وبين جمهوره. راح نتكلم أكثر عن استعدادات المنتخب، يصيرنا يكون معنا الكابتن نبيل أنور مدرب رياضي، حياك الله معنا كابتن. أهلا مرحبا فيك. حياك الله كابتن نبيل، كانت لنا استضافة مع الافتتاح واستضافة أخرى، واليوم استضافة مع وصول منتخبنا الوطني لنصف نهائي هذه البطولة. قبل ما ندخل في أحداث مباراة بكرة إن شاء الله، أنت يمكن كنت تتابع مباراة الأردن وكوريا، قل لنا كم النتيجة، شلون أداء المنتخب الأردني؟ الحمد لله، أعتقد المنتخب الأردني قاعد يثبت للجميع أنه وصوله لهالمرحلة ما كان يعني محل صدفة، بالعكس قدم مستويات طيبة، وإلى الآن هو متقدم 1-0 على المنتخب الكوري. بصراحة الروح الموجودة عند لاعبين المنتخب الأردني روح جدا عالية، والإصرار موجود، وهذه فرصة تاريخية للاعبين على أساس أنه يدخلون التاريخ من أوسع أبوابه. الحمد لله متقدمين بهدف، وإن شاء الله نتمنى أن النتيجة والأداء يستمر لنهاية المباراة إن شاء الله. بإذن الله بإذن الله، أكيد نتمنى لهم التوفيق في هذه المباراة، ويكون خلنا نقول لقاء نهائي بين منتخبنا ومنتخب النشام اليوم. يعني لو نتكلم عن حظوظ منتخبنا في مواجهته مع إيران في مباراته بكرة إن شاء الله. طبعا شوف، الحظوظ بتكون متساوية 50-50 فريقين. إذا نتكلم عن المنتخب الإيراني، المنتخب الإيراني تصنيف 22 على مستوى العالم، من أفضل المنتخبات الآسيوية. صحيح أنه من فترة طويلة ما وصل نهائي كأس آسيا أو حتى ما أخذ البطولة، ولكن هذه فرصته وراح يحاول يتمسك فيها. في نفس الوقت احنا أبطال آسيا، احنا الفريق اللي إلى الآن في 12 مباراة متتالية قدرنا يعني نفوز فيها. آخر هزيمة كانت للعنابي في بطولات آسيا من 9 سنوات، تكلم عن كأس آسيا في 2015. فأعتقد الفريق قاعد يقدم مستويات طيبة من مباراة لمباراة، وصوله للدور قبل النهائي وصول مستحق. أعتقد أن المباراة بتكون صعبة صعبة على الطرفين، سواء للمنتخب الإيراني أو للعنابي، ولكن ثقتنا كبيرة في نجوم العنابي، خاصة أن إحنا لعبتنا يعني عاشوا هالوضع في البطولة السابقة، ما في ضغوطات، بالعكس الجماهير هي حافز لنا واللاعبين على أساس أن يقدمون مستوى طيب. أكيد البطل جاهز وما يبي الكاس يطلع من دولة قطر إن شاء الله. اليوم كل منتخب عنده لاعبين مميزين، عنده لاعبين يعني يمكن يكون الضغط على هاللاعبين. يعني منتخب القطري فيه أكثر من لاعب مميز، وشفنا أيضا حارس المنتخب اللي كان مميز خلال ضربات الترجيح في المباراة الماضية، وأيضا المنتخب الإيراني عندهم لاعبين مميزين. خلنا نتكلم من اللاعبين اللي ممكن يكون لهم دور في مباراة بكرة. شوف دائما في كرة القدم الأنظار أو الأضواء تتجه للمهاجمين، للاعبين اللي يعملون الفارق. فإذا حطينا في الميزان الفريقين، أعتقد مثل نتكلم عن المعز وأكرم والهيدوس، الثلاثي اللي عندنا في المنتخب. بنفس الشيء المنتخب الإيراني عنده ثلاثي جدا مميز، نتكلم عن تارمي، نتكلم عن سردار، ونتكلم عن علي رضا قائد الفريق. فأعتقد هالثلاثة اللاعبين في المنتخب الإيراني أو العنابي هم اللي راح يعملون الفارق في هذه المباراة. الثلاثي اللي بيكون في أفضل حالاته واللي يستغل الفرص اللي تجي ويعمل الفارق في الناحية الهجومية، أعتقد هو الفريق اللي راح يقدر يأخذ نتيجة المباراة. في المقابل مثل ما شفنا احنا تفوق وتألق برشم في المباراة السابقة، برشم من الحراس المميزين عندنا في الدوري، يقدم مستويات طيبة. أعتقد هالمباراة أيضا راح تكون في بصمة كبيرة للبرشم في هذه المباراة، وخاصة إذا عارفين إحنا المنتخب الإيراني يتميز بالكرات الثابتة، عندهم نقطة قوة الكرات الثابتة يعتمدون عليها، الضربات الركنية أو الفاولات اللي تكون على الجوانب. فأعتقد أن دور برشم راح يكون كبير في هذه المباراة. أكيد، وحنا كلنا ثقة أكيد في منتخبنا الوطني. يمكن لو نتكلم شوي عن دور الجهاز الفني والمدرب، يمكن يكون لهم دور حاسم في تحقيق هذا النجاح في المباراة النصف النهائية. فنتكلم عن دور الجهاز الفني والمدرب. شوف، أعتقد دور الجهاز الفني والمدرب
ينتهي مع انطلاق صفارة الحكم. هني خلاص دور اللاعب، الجهاز الفني والمدرب يهيئ اللاعبين قبل المباراة في التدريب، في التدريبات أو التدريب قبل الأخير، يضع طريقة اللعب وأسلوب اللعب اللي راح يلعبونه ضد فريق المنافس. أعتقد الأوراق مكشوفة. إذا نتكلم عن المنتخب الإيراني، أكيد لوبيز هو عارف نقاط القوة ونقاط الضعف في المنتخب الإيراني، وأكيد راح يحمل على إيقاف نقاط القوة وأيضا استغلال نقاط الضعف في المنتخب الإيراني. فأعتقد دور الجهاز الفني راح ينتهي مع انطلاق صفارة البداية. هني راح يكون دور اللاعبين. احنا نتمنى ان اللاعبين يكونون على يعني اعلى تركيز، ورغبتهم تكون مثل ما كانت في المباراة السابقة، والقتالية تكون موجودة. يمكن في ميزة يعني مهمة وميزة في صالحنا، ان تقريبا 5 أو 6 لاعبين من المنتخب الإيراني لعبوا عندنا في الدوري. نتكلم عن شجاعي، كنعاني، أميد، نتكلم عن رامين، هذا لعبوا، فلعبوا ضد لعبتنا، فلعبتنا هم عارفين نقاط القوة عندهم، نقاط الضعف، فهذه الاحتكاك كان موجود. فأعتقد هالنقطة راح تكون ميزة أيضا لصالح لعبتنا. نعم إن شاء الله. وأيضا يمكن الميزة اللي المهمة هي ميزة الجمهور. بكرة إن شاء الله المباراة في استاد الثمامة، والجماهير أكيد راح تكون حاضرة لهذه المباراة. توقعاتك إن شاء الله، أكيد الملعب راح يكون فل إن شاء الله، ولكن تأثير الجمهور بعد ما وصلنا للنصف نهائي على اللاعبين من خلال تشجيعهم، من خلال حماسهم في المدرجات. أنا شخصيا كنت أتمنى أن يتم نقل المباراة لاستاد البيت أو لوسيل بصراحة. أنا نتكلم عن 45,000 متفرج أعتقد الثمامة، صحيح. فأعتقد أن كل هالقطر يبون يحضرون المباراة، وإلى الآن يعني الكثير من هالقطر يبحثون عن التذاكر. فأعتقد أن يعني 45,000 متفرج بوجهة نظري يعني العدد قليل، لأن كنا نتمنى أن يكون أكثر، ولكن احنا ثقتنا كبيرة في الجماهير اللي بتكون في الملعب. ومثل ما الجماهير هذه عملت يعني الفارق مع العنابي في مباراتها ضد أوزبكستان، خاصة احنا شفنا بعد المباراة طلع مدرب منتخب أوزبكستان وصرح أن الجمهور اللي حضر المباراة الجمهور القطري وهو اللي كان العامل الرئيسي في سبب إضاعة ضربات الجزاء للاعبين، لأنه كانوا تحت ضغط، والجمهور دائما هو اللي يكون اللاعب رقم واحد. فأعتقد جماهير عنابي مش محتاجين للتحفيز سواء منا أو من أي حد، لأن هم يعني راح يتواجدون وراح يكون لهم دور كبير إن شاء الله بتأهل عنابي للمباراة النهائية. يعني أنت أول ما بديت بشرتنا النتيجة 1-0، صحيح. إحنا نبشرك الحين النتيجة 2-0. والله بس شوف أنا أقول أنا عن نفسي يعني مش مثل ما تقول متفاجئ برغم قوة المنتخب الكوري، لا، المنتخب الكوري إلى الآن صحيح نفس المنتخب الياباني، الترشيحات كانت لهم، ولكن فرضية الملعب بالتسعين دقيقة بصراحة أنا شخصيا يعني ما قنعوني بالكلام اللي سمعته عنهم أو هذا. فأعتقد المنتخبات العربية إن شاء الله إن شاء الله إن النهائي يكون عربي بين عنابي والمنتخب الأردني إن شاء الله. بإذن الله. كل التوفيق طبعا للمنتخب الأردني، منتخب النشاوي، وأيضا منتخبنا الوطني في مباراته بكرة. كل الشكر لك كابتن نبيل أنور، استمتعنا معك وإن شاء الله نشوفك مع الجماهير بكرة إن شاء الله. بإذن الله. تذاكر عندكم؟ إذا عندك احنا ندور، احنا قاعدين في الاستديو بكرة، بديكم تذاكر إذا ياتكم كلمونا. أكيد مشاهدينا الكرام، خلونا نشوف معاكم هذه الأجواء بعد ما نرجع، عندنا ضيفين من الجماهير الإيرانية، فنشوف الأجواء ونرجع لكم.
حياكم الله ويانا مشاهدينا الكرام، وما زلنا مستمرين معاكم في برنامج حياتنا، التحديات والمنافسات بين المنتخبات الآسيوية الأربعة اللي تتنافس في دور نصف النهائي للحصول على لقب بطل القارة الآسيوية. استطاع المنتخب الإيراني في بطولة كأس آسيا 2023 تصدر المجموعة في دور المجموعات، وفي مباراته الأخيرة استطاع أن يخرج اليابان من المنافسة في هذه البطولة. أكيد، ومع مشجعي المنتخب الإيراني راح نرصد الآفاق والطموح للمنتخب الإيراني اللي يلعب مباراة فاصلة أيضا مع المنتخب القطري، وسرنا نستضيف كل من السيدة ستارة رئيسي من رابطة مشجعي المنتخب الوطني الإيراني. حياك الله معنا ومساك الله بالخير. الله يحييك، مساء الخير. وأيضا عندنا أقدم مشجع في قطر سيد محمد ميرزا من رابطة مشجعي منتخب إيران، حياك الله معنا. يا مرحبا، مساكم الله مساكم بالخير يا مرحبا والجميع المشاهدين الكرام، حياكم الله ويانا. اليوم نبدأ معك الأخت ستارة، اليوم يعني بكرة منتخب إيران بيلعب ضد المنتخب القطري، فخلنا نتعرف وياكم على حظوظ منتخبكم في الفوز بكرة. ان شاء الله لنا الفوز، بس احنا طبعا لنا انا ويا احنا من زمان في قطر، فنشجع هنا ونشجع هناك، بس طبعا هاي كوره صح، احنا جايين ناخذ الكاس. يعني تتوقعون منتخبكم شنو بيسوي بكره؟ المنتخب القطري جدا قوي ومنتخبنا هم جدا قوي، اكيد المنتخبين دارسين الوضع داخل، دارسين التركيبه كيف ممكن يتخطون الاقوياء في كل فريق. في وايد اشياء لما احنا ندخل على الملعب بعدين المعادله كلها تتغير، الفريقين اقوياء، فريقين قطعوا شوط وايد كبير من البطوله اوريدي. احنا بالنسبه لنا بالبطولات اللي قبل هذا اكثر من مره وصلنا لهالستيب وبعدين ما كملنا، فبالنسبه لنا هذا اكبر بوش واكبر موتيفيشن ان نسوي كل اللي علينا، وعلى حسب اللي سمعناه وعلى حسب المقابلات اللي صارت مع الفريق الإيراني والكوتش الإيراني هم دارسين هذا الموضوع وجايين إن شاء الله وهدفهم الفوز. يعني وفي الحالتين إذا فاز العنابي بتفرحون، وإذا فاز منتخبكم بتفرحون أكيد. كمحمد كأقدم مشجع في قطر، شلون شفت الأجواء الحماسية في المباريات السابقة اللي طافت، وشلون راح تكون المباراة بكرة؟ أول شيء أحب أهني أربع فرق اللي وصلوا للمربع الذهبي، وهي إنجاز كبير بالنسبة لبعض الفرق، يعني ممتاز جدا أكيد. وأنا شايف الفعاليات والبطولة جدا جدا ممتازة، وطبعا هاي البطولة الآسيوية يعني ما يحتاج يعني اكيد انتم جاهزين كجمهور وكلاعبين لهذه المباراة. يعني سيدة ستارة، اليوم احنا نتكلم عن رابطة المشجعين الخاصة بالمنتخب الإيراني، شنو استعداداتكم لبكرة في مسيرة؟ بتحضرون مثلا عند اللاعبين في الفندق، تحمسونهم، تشجعونهم، شنو تجهيزاتكم بكرة؟ اظن هذا السؤال لازم توجهونه لمحمد اكثر شخص دائما تحصلونه في اول رو هو محمد. يعني محمد جاهز، شنو تجهيزاتكم بكرة؟ والله شوف اقول لك شيء، بالنسبة المباراة البكرة هي عبارة عن المباراة، مجرد المباراة، عارف شلون؟ فأي فريق يفوز مقدم أقول لهم مبروك عليه، سواء إيران أو سواء المنتخب القطري. ومثل ما قلت كل المباراة لها ظروفها خاصة، عارف شلون؟ وسوي إحنا اللي علينا نسوي في الملعب، نشجع وباقي على الله. أي بس إيش بتسوون؟ شلون بتشجعون الفريق؟ نبي نشوف حماسكم شلون. يعني انت اخر مره جيتنا جبت معاك شو اسمه هذا اللي جبته، ايه هل اللي يطلع صوت، ايه وكنت تشجع، بس اليوم جاي بدونه. لا يجهز نفسه حق بكره، هو يترك نفس لبعض. لا لان بصراحه احنا كمقيمين في قطر صار لنا فوق 50 سنة ما شاء الله. اي نعم، فنحب قطر اكيد يعني لا شيء، وانا في المباريات اللي العنابي يلعب ضد الفرق الثاني بروح لهم اشجعهم، وهي يكون فخر لي صراحه يعني، عرفت شلون؟ بس مباراه بكره زي ما قلت لك اللي يلعب والفاض مبروك عليه مقدما، و
عجبتها وايد دبلوماسية صراحة. جاي الدور عليك بعد انت ابيك تقولي لي شلون راح تشجعون المنتخب بكره، شلون حماسكم استعداداتكم انتم كجماهير للمباراة المصيرية، يمكن مصيرية المباراة بكره، فتجهيزاتكم شلون؟ ان شاء الله اذا الله راد عندنا احنا الوفد اللي جايين اللي يشجعون اوريدي اظن شفتوهم في المباريات اللي راحت، عددهم وايد كبير ان شاء الله. انا بكره نقدر نحضر بالملعب، شوي كان صعب بخصوص التذاكر عندنا الحين مشاكل، بس ان شاء الله ان شاء الله ندخل على الملعب ونكمل على حسب الترتيبات اللي احنا مهيئين عشانها، نفس كل المباريات اللي راحت ان شاء الله بنحضر ان شاء الله قبل المباراه وبعد المباراه وديورنج المباراه بنكون موجودين. واذا تقول لي قبل وهذا، اذا الحين تروح سواقه فتحصلنا اي مكان انت تمشي تسمع الايرانيين يتكلمون، يعني حضورنا واضح. يعني يعطيكم العافيه. معلش اكيد بعدكم في حق المباراه بكره، يعني كل فريق يسوي عليه عشان يفوز. أكيد. وطبعا احنا أنا كإيراني أحب فريقي يفوز، عرفت شلون؟ زي ما قلت لك مجرد المباراة، بس أتمنى توفيق لكل الفريقين إن شاء الله. إن شاء الله. بس أنا ما ودي إن نخلص اللقاء معاكم إلا أسمع شيء منكم، يعني في حماس، يعني آخر مرة سمعتنا اليوم مثلاً تسمعنا ما يصير. المشكلة إن تدري شنو؟ أنا شو أقول لك، الفريقين حبايب. أكيد. عادي يعني بتروح الملعب راح تشجع، يعني ما راح تشجع. أكيد أكيد لا شيء قبل. بس زي ما قلت لك فريقين خليني تسمع من عندنا، يعني واحد منهم احنا نقول ايرانيه قهرمان، ايرانيه قهرمان، يعني الايراني الهيرو، ايراني البطل. فنقعد ورا بعد نعيد نفس الكلام، وبعدين عند الاله اللي هم يعزفونها او الطبل ايران، وبعدين الكلام اللي انت قلت لي الحين، هل بحق يزدان و پروردگار بچه ها قهرمان میشه، بعد من صفق نفس المباريات القديمة. بس شوف إذا أنت الحين بكرة قطر وإيران بيلعبون، أنت إذا بكرة بتروح المباراة وما راح تشجع ما راح يتحمس على اللاعبين. لا ما نشجع الشوط الأول، نشجع إيران، الشوط الثاني نشجع الأجنبي. تتذكر إحنا خذونا مرة ورا الجول، يعني نزلونا على الفيلد جان جيمز ودونا، فاحنا اول ما وصلنا هم طبعا عندهم تعليمات ان لا تقربون كثير على الجول، دخلوا اللعيبه على الملعب تغير الانسان تغير، هو كان ساكت فجاه تغير قلصه الانسان ثاني، لازم هذا لا تحطون هو بالملعب. ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق لكم ان شاء الله بكره في المباراه، وبالتوفيق لمنتخبنا بهذه المباراه. يعطيكم العافيه. انت كان بس قبل ما نخدم كان عندك شيء قلت تبي تعطينا عشان ما ننسى؟ لا هل شيء تبي هل إيه؟ أنا اللي سويت شو اسمه بعد الفوز الكأس العالم 2019 كأس آسيا، كأس آسيا اللي فازوا فيها، وهاي فانيلة سويتها بمناسبة هذاك الفوز. هذا من حبك للمنتخب القطري. أكيد أكيد، لأن زي ما قلت لك مباريات، أي مباراة اللي معنا بيلعب أنا بروح له. الله يعطيك العافية. يعطيكم العافية، وأكيد كل من هو مواطن مقيم على أرض دولتنا الحبيبة قطر يحب هذا المنتخب، والانتماء يعني انتماء لمنتخبكم أيضا انتماء للمنتخب الوطني. يعطيكم العافية السيدة ستارة رئيسي من رابطة مشجعي المنتخب الوطني الإيراني، وأيضا السيد محمد ميرزا زراعي من رابطة مشجعي منتخب إيران وأقدم مشجع لمنتخب إيران في قطر. نعم. يعطيكم العافية. شكراً لكم. أكيد ونتمنى التوفيق بكرة للمنتخبين العنابي والمنتخب الإيراني. مشاهدينا طبعا مستمرين معكم، لكن خلونا نشوف هذه اللقطات ونرجع لكم.
حياكم الله من جديد مشاهدينا مستمرين معاكم مع كاس آسيا. نواصل هذه الفقرة لرصد العديد من الزوايا في هذه البطولة القارية التي تستضيفها دولة قطر. وبين 4 منتخبات آسيوية منها منتخبين عربيين ستحسم البطولة التي يصدر ستارها يوم السبت القادم 10 فبراير الجاري. وللحديث حول المنافسات المرتقبة بين هذه المنتخبات سرنا نستضيف السيد إبراهيم أحمد الكراني وهو محلل رياضي. حياك الله معنا ومساك الله بالخير. يا هلا ويا مرحبا. الله يمسيك بالخير والعافية. أحب أمسي عليكم أشكركم على هذه الاستضافة. يمسيك بالنور ويا مرحبا بك. قبل أن نتكلم شوي عن مباراة بكرة، لو نتكلم عن مباراة الأردن وكوريا الجنوبية، طبعا الأردن متقدمين 2-0. والله أنا شفت ما خليتوني أشوف إلا شوط واحد. شلون تقيم المباراة لحد الحين يعني؟ شوف، ممكن المنتخب الأردني استغل شيء واحد اللي أخطوا فيه المنتخب السعودي والأسترالي. مع السعودي يضغطوا، سجلوا جول بس جاتهم كذا فرصة ما سجلوا الجول الثاني. جات الدقيقة 70 وقت الكوريين واشتغلوا وسجلوا اللي يبونه. سبحان الله، اللي صار مع السعودية صار مع أستراليا. يعطونهم المباراة 3/4 المباراة لهم، آخر ثلث ساعة ربع ساعة يقول بس عطني المباراة ياخذها. المنتخب الأردني لا، سنحت له فرص. يعني خلينا نقول الشوط الأول نص أردني نص كوري، سجلوا الهدف ما دافع، تراجعوا شوية نوعا ما تراجعوا واستحوذوا على الكرة الكوريين، بس الحمد لله ما سجلوا. جاء الشوط الثاني بعد جاتهم فرصة، الحين أشوفها برا بعد نفس الشيء. يعني منتخب ما بمتراجع، محارب، يبغي يوصل لنقطة معينة اللي هي 10 فبراير. 10 فبراير اللي هو يوم النهائي. يوم النهائي بإذن الله يوصلون يعني على النتيجة، على النتيجة الحالية إن شاء الله. بس المنتخب الكوري يخوف، كل دقيقة 90 يجيب أهدافه. بس في فرقت جولين إن شاء الله تكمل. إن شاء الله. يعني اليوم سيد إبراهيم إحنا نتكلم بكرة عن مباراة منتخبنا ضد المنتخب الإيراني في نصف نهائي هذه البطولة. توقعاتك لمنتخبنا، حظوظ منتخبنا خلال هذه المباراة؟ شوف، إحنا نبعد عن الحذر. خلاص هذه مباراة أكون أو لا أكون. نبعد عن الحذر ونلعب بأريحية. بس أنا عبر إذا تلفزيون قطر على الإذاعة، ترى اسمحوا لي. بس أبي أذكرهم بموقف فرحة سمو الأمير يوم المباراة اللي راحت. بس يحطونها هذه قدام نصب عينهم، شنو هي الفرحة؟ عط كله اللي عندك أنت الحين 90 دقيقة. العب لعبة كرة القدم هي عبارة شنو؟ متع واستمتع، هذه هوايتك. تمتع ومتع الحضور. الحضور إذا موجود خلينا نقول 40,000. طبعا ممكن لحد الحين ما جات الإحصائية، بس أتوقع أن التذاكر كلها نفذت سولد أوت، ما في شيء. صح، قعدنا ندور ما لقينا، ما بتلاقي. فمعناته أنه وشو؟ بس رسالة للجمهور. أنا أتمنى من الجمهور أمنية واحدة من بداية عزف السلام الأميري، خلاص ما وقف 90 دقيقة أكمل. هي عبارة أشجع اللعيبة، حافز لهم، وعقب إن شاء الله المبتغى 90 دقيقة نخلصها ونروح مع الأخوان إن شاء الله مع الأردن في الفاينل إن شاء الله بإذن الله. يعني نبعد، ما نكون حذرين شوية في المباراة، بس يكون اللعب بريحية. أي يعني أنت الكل توقع، قال لك كوريا اليوم بتفوز. احنا خذتنا العاطفة، يعني امس كترشيح خذتنا العاطفة، قلنا الاردن كون دولة عربية نتمنى، بس داخليا تقول لا، في فوارق فنية كبيرة ما بين كوريا وما بين الاردن بحكم 3/4 الفريق كله محترف في اوروبا. صح، يعني مو بشوية، خصوصا خلينا نقول السون. هاي شي يسوي لك المباراة اللي راحت، تشتغل شوي اخر ربع ساعة حقق مبتغاه وخلص. فكرة القدم ما تعرف المستحيل، تعطي من يعطيها. صح، جميل جميل. اليوم لو نتكلم عن اللاعبين المميزين، يمكن المباراة اللي طافت بيرشام كان مميز صراحة، الله يعطيه العافية. نعم، لو نتكلم عن اللاعبين المميزين في منتخبنا وأيضا منتخب الإيراني. شوف، المنتخب الإيراني عند، خلينا نتكلم عن منتخبنا أول شيء، خلينا نترك الإيراني، ممكن الأخوان اللي قبلي سبقوني فيها.
فريقنا كله في نجوم، بس انت يعني اذا بتمسك اول شيء برشم. برشم ترى علامه فارقه في السنوات الاخيره، اللي حل بديل سعد الشيب. والكل ذيك الايام نقول سعد وسعد، صح، يوم دخل علينا مشعل برشم الكل كان متخوف. في السنوات الاخيره لا، اثبت نفسه مع المنتخب ومع نادي السد، معناته الحين هو الحارس رقم واحد. واحد عفيف اذا في يومه علامه فارقه كهداف كاحسن صانع لعب. المعز، وانا متوقع انه بكره باذن الواحد الاحد مباراه المعز ان شاء الله. ما له قصور بالبقايه، لا، كل واحد يؤدي دور. في لعيبه ممكن في انتقادات لهم في الشارع القطري، بس لا، يؤدي مهامه في ارضيه الملعب، نقول اللاعب الخفي. زين، ما حد بدريبه، فالتوليف اللي يولفها المدرب، خبرك انت في بدايه البطوله قام يشكل في اللعيبه، صح، 25 لاعب بس باستثناء لاعب واحد اللي ما لعب اللي هو خالد محمد. لعب فيهم، عرفهم حكم فترتها القصيره اللي مع المنتخب. نعم، اللي هي قبل البطوله باسبوعين ثلاثه اسابيع اللي استلم. والحين بدا شوي شوي، يعني احنا نقول بدات البصمه نوعا ما تبين. صح، مع الفريق. صح، احنا يعني الحديث شيق معاك ولكن وصلنا للختام، بس انا سؤال اخير، نتيجه بكره كم تتوقعها؟ شوف، انا من ثلاث ايام قلت النهائي الاردن وقطر ان شاء الله، بس لا تقول لي ارقام نتيجة. انا ما اعرف الارقام. اتمناها الحين واحد وصل. نعم، واتمنى هالثاني لو يفوز 1-0 والله، لو بلنتيات، لو يسكرون ويسجل جول خلاص، اهم شيء ما عندنا مشكله. الله يعطيك الله يعطيك العافيه. باذن الله باذن الله. يعطيك العافيه سيد ابراهيم احمد الكراني، وانت محلل رياضي، شكرا لك على وجودك معنا اليوم. الله يحييكم. كل الشكر لك. اذا مشاهدينا، طبعا وصلنا الى نهايه حلقتنا لهذا اليوم، ان شاء الله انكم استمتعتوا واستفدتوا، ونبي نشوف همتكم بكره كجماهير في استاد الثمامه في مباراه منتخبنا الوطني مع المنتخب الإيراني. التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا، ونبارك للمنتخب الأردني بإذن الله تنتهي المباراة ويتأهل إن شاء الله. وأكيد نشوفكم إن شاء الله على خير بكرة في حلقة جديدة. مع السلامة. مع السلامة.